تتآمل واضحة هذا اليوم. جدا واضحة. نعم خلينا نشوف سيد النشوع، يعني يتحدثون السيد محمد وسيد كريم، يقول لك هذا اليوم السعودية تتآمر علينا، يعني في موضوع التفاف على العراق للتطبيع أو طريق الحرير. يعني أنت شنو رأيك هذا اليوم كمحلل سياسي؟ يعني نعم نعم سيفاء، احنا اكو مفهوم الخطابات الرنانة اليوم، المجتمع العراقي ذبح من الوريد إلى الوريد. أي تطبيع أنا أضع أيدي مو بس بيد إسرائيل، بيد الشيطان من أجل أن أعز شعبي. شعبي الآن يعاني من البطالة، يعاني. اسمح لي خليني أكمل، أنا ما قاطعتك. احكي عن نفسك أبوي. الآن يعاني من البطالة، يعاني من الفقر، يعاني من الاضطهاد، يعاني من الإرهاب، يعاني من القتل، يعاني من عدم الرضا حتى على نفسه. الآن علينا أن نتكلم بالمنطق. إذا كان المحور السعودي يحقق لي حياة كريمة وحرة بالنسبة لي، أنا مع المحور السعودي. أما إذا كان المحور الآخر يريد بي الشر ويريد بي القتل، فأنا ضد هذا المحور. علينا أن نكون واقعيين في أن ننقل ما يعيشه العراقي اليوم. أخي، إسرائيل دولة وموجودة هي كدولة منذ عام 1948. لا تقول لي اعترافات. الدول العربية، مصر، الخليج مستقر، دول الخليج كلها مستقرة. الإنسان الخليجي يعيش أحسن. خلي أكمل احكي عدن بعدين بالإيرانيات مالتك. أنا أرد للأستاذ كريم أقول له أمريكا احتلت العراق. أبيت أنشأت إحنا جزء من المنظورة، إذا تحكي جزء من السياسة المنظورة لأمريكا في المنطقة. أنت بالنسبة لك جنابك تتحدث وأنت بالغرب الكافر القاعد وياهم، وكفيناك أنت مو قاعد بالعراق. من تقعد بالعراق؟ من تقعد بالعراق وتحكي بالعراق؟ خليني أسأل هذا مو حوار.